السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قلال تفسير الأحلام، وسوف نتكلم اليوم عن رؤية الدود الملون فقط. الدود الملون، لأن كثير من الناس سألوا لي في موضوع الدود الملون، وأنا عملت أكثر من فيديو عن الديدان واتكلمت عن بعض الألوان، لكن النهاردة هحاول أركز على الدود الملون مع ذكر بعض الألوان الأبيض والأسود إلى آخر هذه الأمور. فنبدأ بالرجل المتزوج والشاب الأعزب. رؤية الدود للشاب الأعزب رزق أو زواج؟ رزق أو زواج. رؤية الدود على الملابس أحيانا يدل على الغنى وأحيانا يدل على الوظيفة. أما الدود المتناثر في غرفة النوم تدل على الذرية الصالحة، وتدل على كثرة الذرية والأحفاد. أما الدود الكثير في الشعر يدل على كثرة الهموم. بالتالي اللون الغير محمود في رؤية الدود الأسود، ارجعوا للفيديوهات السابقة، الدود الأسود يدل على المكر والخداع من بعض الأشخاص المقربة منك. أما بالنسبة لرؤية الدود الأخضر، هذه الرؤية تدل على، بالنسبة للرجل المتزوج، على الزوجة المطيعة المتدينة. خروج الدود من الدبر يدل على إنجاب الذرية ذكور وإناث. خروج الدود من الدبر. الدود الأبيض بعض المفسرين اختلفوا فيه، قيل أنه محمود وقيل أنه مذموم، تدل هذه الرؤية على الذنوب والمعاصي. والدود الأحمر مرض وقيل هم وحزن. كل الكلام ده للشاب الأعزب وللرجل المتزوج. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة، رؤية الدود في شعرها، هذه الرؤية محمودة، مع أن رؤية الدود في الشعر للرجل كثرة هموم. طيب الدود في شعر المرأة المتزوجة يدل على الغنى ويدل على كثرة الأولاد. أما رؤية الدود في غرف البيت يدل على المشاكل، خلاف الرجل المتزوج تماما. يعني الدود في الشعر للرجل كثرة هموم، الدود في الشعر المرأة المتزوجة غنى وقيل كثرة أولاد. رؤية الدود في غرف البيت للمرأة المتزوجة مشاكل، بخلاف الرجل المتزوج. فكل شخص له تفسير وله معنى. أما الدود الأسود للمرأة المتزوجة يدل على أشخاص تحسدها، أشخاص تحسدها. والأحمر قيل الكراهية من بعض الأشخاص. طيب أحيانا ممكن أكون باكل فاكهة في المنام واكتشفت أن فيه دود في الفاكهة أو حتى في الطعام اللي أنا باكل منه في المنام. رؤية الدود في الطعام أو حتى في الفاكهة، هذه الرؤية تدل على أن هناك أشخاص مقربة مني تكرهون جدا. أما خروج الدود من الفرج بالنسبة للمرأة المتزوجة تدل على الحمل لها إن شاء الله. بالنسبة للمرأة الحامل، الدود الأبيض المولود أنثى والأسود المولود ذكر. بالنسبة للمطلقة، الدود الأبيض يدل على الحظ الجيد وقيل زواج من رجل جديد. أما الأسود يدل على مكر وخداع من بعض الناس المقربة منك. كثرة الدود في الشعر بالنسبة للمرأة المطلقة تدل على كثرة المسؤوليات، في مسؤوليات كبيرة على عاتقها. كثرة الدود في المنزل للمرأة المطلقة، هذه الرؤية تدل على المشاكل والهموم ومع شديد الأسف. آخر حاجة هنختم بها وهي البنت العزباء، الدود الملون، وتحديدا يعني بعض المفسرين قال الدود الملون وبعض المفسرين قال الدود الأبيض. هذه الرؤية تدل على أن هناك شاب سوف يتقدم إليك. لكن الدود الأسود، يمكن دي أنا ذكرتها في لقاء ماضي، الدود الأسود زواج من رجل سيء، من شاب سيء أخلاقه سيئة للغاية. خروج الدود من الجسد، من الجسد بالنسبة للبنت العزباء، هذه الرؤية تدل على مشاكل وهموم ومع شديد الأسف.
أما الأخضر يدل على موعد قرب موعد الزفاف، أما الدود في الشعر بالنسبة للبنت العزباء على خلاف كل ما ذكرت، فرؤية الدود في الشعر للبنت العزباء تدل على الأخبار السارة المفرحة التي ستأتيها في المستقبل إن شاء الله. تنتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.